السلام عليكم خوتي. الموضوع اللي نناقش هاد الكليب هذا عنده دابا شي 6 شهور عيد ومولاه ما كيخرجوش يعني اماكن عامره، كيخرجوا طوموبيل مع كليبات اخرين وكيديه للغابه. الغابه كتكون الدنيا خاوي اخص واحد الكري حيت هو كيمشي يعمل الرياضه وداكشي وكيدي مع الكليب. لا لاحظتوا شو كيفاش كيتسرعد بالخوف والسميت ديالو داخل مره وما كيبغيش حتى يزيد معايا وداكشي، يعني الكلب ما مندمجش مع البشر. المهم نصيحه من عندي اي واحد عنده كليب، يعني خرج كلبك ماشي ما تخرجوش، ولكن ماشي ما تخليش بنادم زعما اي واحد يقيسو، اي واحد كيبقى داكشي على حسب الدريساج اللي خصك انت فهمتي. اما بالنسبه للكليبه كنهضر دابا بلاصه خاويه وشوف، اما ملي غادي نديه لاماكن عامره بحال الطوموبيلات بحال الصداع بحال هذا، دابا راه عرفتي مين كان هذا. شوف الزنيت، شوف الزنيت ديالو في الباب وعاد مولف كيخرج مع الكلاب ما كيخرجش بوحده. هذا هو السبب. دابا اليوم النهار الاول ودابا تشوفوا النتيجه.